صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اليوم الأول من شهر أبيب، ربنا يجعله كده يوم جميل وسعيد علينا. ما زلنا بنتحدث عن الأخت تينا التي ما زالت تجرح وتهين في الإخوة الأقباط المسيحيين، ووصفتهم بالهطل والهبل من أجل دفاعهم عن أختهم رانيا عبد المسيح التي لم تظهر الحقيقة الآن عن منذ اختفائها، واتهام أخوها ريمون عبد الشهيد بمحاولة الإظهار والشهرة من أجل أن يلجأ إلى اللجوء السياسي. وكل دي ظنون وعبثات تسري منها، وتتهم زوجها بعدم الاهتمام، وتتهمها أيضا بأنها كانت على علاقة غير جيدة مع شخص آخر التي تقول أنها هربت معه وهو الذي قام باختطافها، كما تدعي أيضا أنها كانت على مشاكل عديدة مع زوجها منذ سنين طويلة، وتدعي أيضا أنها ذهبت إلى الكنيسة من أجل أن تقوم بالانفصال من زوجها. كل ذلك عبث. إنها ادعت أنها لديها صور كثيرة من أجل ظهور هذه الصور، ولكن لم تظهر هذه الصور أبدا، بأنها كانت على علاقة مع هذا الشخص، وأنها كانت تركب معه الموتوسيكل من الخلف وتظهر معه دائما بصفة مستمرة في الصور، وأنها دخلت بيت العائلة من أجله. كل هذه ظنون، ولا نستطيع أن نعرف من أين هي الحقيقة. الحقيقة هي عند الله. ندعو من الله أن يظهر الحقيقة في أقرب وقت، وذلك لعدم العبث بالمسيحيين وعدم العبث بالأسرة التي تحتوي على 3 فتيات وهي سمعة لهم. وندعو من الله أن يفعل كل الخير لنا جميعا. وفي هذا اليوم العظيم كان استشهاد القديسة إفرونيا الناسكة. في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة الناسكة العذراء إفرونيا. هذه القديسة كانت لها خالة تسمى أوريانا، رئيسة على دير كان موجودا بين النهرين فيه 50 عذراء، فربطها بخوف الله وعلمتها قراءة الكتب الإلهية، فنظرت نفسها للسيد المسيح وجاهدت الجهاد الحسن بالنسك والصوم يومين يومين والصلاة بغير انقطاع. ولما أصدر دقلديانوس أمره بعبادة الأوثان واستشهد كثيرون من المسيحيين على يديه، سمعت العذارى بذلك فخرجنا من الدير واختبأنا، ولم يبق فيه إلا القديسة إفرونيا وأخت أخرى والرئيسة. ولما كان الغد أتى رسل الملك إلى الدير وقبضوا على الرئيسة وأهانوها، فقالت لهم أفرونيا: خذوني أنا واتركوا هذه العجوز. فأخذوها هي أيضا مقيدة بالحبال إلى الوالي، وكان عمرها في ذلك الوقت 20 عاما، وكانت جميلة المنظر، وكانت الأم تتبعها. فعرض عليها الوالي عبادة الأوثان ووعدها بوعود كثيرة فلم تقبل، فأمر بضربها بالعصا ثم أمر بتمضيق ثوبها. فصرخت فيه الأم قائلا: يشكك الرب أيها الوحش المفترس، لأنك تقصد التشهير بهذه الصبية اليتيمة. فأغتاظ وأمر أن تعصر القديسة إفرونيا بالمعصرة ويمشط جسدها بأمشاط من حديد إلى أن تهر لحمها. فكانت تصلي إلى الرب طالبة منه المعونة، ثم قطع لسانها وقلع أسنانها، وكان الرب يقويها ويصبرها. وأخيرا أمر بذبحها، فنالت إكليل الشهادة. فأخذ أحد المؤمنين جسدها ولفوا بلفائف غالية
ووضعه في صندوق مذهب صلاتها تكون معنا آمين. نياحة، وفي هذا اليوم العظيم أيضا نياحة القديس بيوغا وبنيان القسيسين. في مثل هذا اليوم تنيح القديسان المجاهدان بيوغا وبنيان، ورد اسمه في النسخة القديمة التي نشروها العلامة باسيت تيان وذكر في كتاب الصادق الأمين، وكان كاهنين على كنيسة تونة التي من أعمال تندا، وكان أبوهما ناظرا على تلك الكنيسة. وحدث أنه بينما كان القس بنيان يقدس على المذبح، إن جاء من يدعوه ليرى أباه الذي يحتضر في تلك اللحظة، فأجاب قائلا: لا أقدر أن أنزع عني لباس التقديس قبل الانتهاء، وإن كان الرب يشاء سأبصره قبل وفاته، وإلا فلتكن إرادة الله. وهكذا طلبه أبوه 3 مرات وهو يجيب بهذا. ولما أكمل القداس وجد أن أباه قد تنيح، وكانت أواني الكنيسة موضوعة في مكان لا يعرفه إلا هو، فمضى القس بنيان إلى برية شاهيت واجتمع بالقديس دانيال قمص البرية، وهذا أرشده بالإلهام الإلهي إلى مكان الأواني، فعاد وأخرجها، وصار هذان القديسان سيرة فاضلة كاملة حتى تنيح بسلام صلاتهما تكون معنا آمين. وفي مثل هذا اليوم كان تدشين أول كنيسة باسم الشهيد مريمينا. في هذا اليوم نعيد بتذكار تدشين أول كنيسة باسم الشهيد مريمينا، ويحتفل بديره في دير مريمينا المعلق بأبنوب، ويستمر إلى صوم العذراء. صلوات القديس العظيم مريمينا تكون معنا آمين، ولربنا المجد الدائم آمين. بركة هؤلاء القديسين تكون معنا، وليجعل يومنا يوما مقدسا مباركا باسمك يا رب. وشكرا لكم أحبائي وأعزائي لاستماعكم هذا الفيديو، ولو عجبكم أرجو منكم الاشتراك بالقناة. لكم مني كل المحبة والسلام والتقدير، وأشكركم على استماعكم لي دايما باستمرار. أشكركم جميعا.